وتتنا هي كل الشاربين من هذه القريه ما عندنا قطره. شوف هاي لما جاينا اليوم الدوله تعطيكم اكثر من وتا وتا هي المطلب حنين الراشد كان شوف انا الشيباني صدات لي دوليه من مالك تقولي اسمع بقراش فلا عمر ولا تفسير وهذا كذلك يا اخوي كيف فتاش لا هذا كامل من خلق مول انا شوف اذا قال لك 20 خيمه ما يكذب لان تود ما تزيد ما تنقص اسمع وهذا عملوه ومشاو بتي ناقله لهي الحيه ما قريقه احنا ما عندنا قطره تراي في النواق اسمع وراي في النواره ومنصوب اليه مدفع قبوها ونصبوا اليه مدفع قالوا لنا انهم قبوها حرب ما يحق واليوم جاي يا اولادي ما نتعب لا عاد بقدر ينعطوا لي من اجنابهم ينعطوا لي منهم وتي ما نتركها ولا يهودي انا ودي من قبيلتي يهودي ومن قبيلتي والحبيب هو كامل والحبيب والبارك السيدي وشاد نفسي هذا سمعت لا اقول له اجنبي كافي 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 كافي